قرار المحكمة الاتحادية جاء من ثلاث أربعة بنود مهمة جدا. واحد هذه البنود آخرها هو إلزام وزارة النفط الاتحادية وديوان الرقابة المالية بمتابعة كافة العقود التي أبرمت واسترجاع كافة الأموال والمبالغ وحجم الإنتاج السابق. فلذلك مع الأسف حكومة إقليم كردستان لن تقبل بتسليم 250 ألف برميل في اليوم الواحد حسب قانون الموازنات السابقة للسنوات الماضية. اليوم التزمت بعدم تصدير برميل واحد، فلذلك بدل أن تكون 250 ألف برميل اليوم أصبحت تحت سلطة وزارة النفط والاتحادية وتحت شركة سومو معدل 700 إلى 600 ألف برميل. أثر الإيجابي على المحافظات المنتجة للنفط وخاصة البصرة؟ نعم، مثل ما أكدنا صراحة بأن اليوم سوف تكون هناك وفرة مالية، سوف تعود 700 ألف برميل إلى من 600 إلى 700 ألف برميل سوف تذهب إلى وزارة النفط الاتحادية وترفع من الموازنة العامة وتدعم الموازنة العامة في البلد. فبالتالي اليوم بمجرد وجود مبالغ ووفرة مالية الحكومة الاتحادية سوف تلتزم بدعم مشروع البترودولار أو قانون البترودولار.